بالنسبه للتورناج الحمد لله غادي مزيان، يعني لقينا زعما جميع الحمد لله استقبال طيب من الناس ديال فاس، السكينه ديال فاس كلهم فرحانين للفيلم، خصوصا ان الفيلم يعني جامع ممثلين وتقنيين من فاس. ركزنا على تقريبا شي 80% الا بعض الشخصيات اللي ما لقيناهمش او بعض التقنيين اللي ما لقيناهمش، ولكن الحمد لله الاغلبيه كلهم من فاس، وهذا هو الهدف، لان ما يمكنش نجيو نصوروا في مدينه وما نعطيوش الاسبقيه لوليداتها ولبنياتها. والحمد لله توفقنا لان كاينه طاقات جميله جدا، يعني تبارك الله في المسرح كاين يعني واحد مجموعه ديال الممثلين اللي هما كبار واللي كنشوفوهم واللي ما كنتش كنصحابهم انهم ولاد فاس، ولكن الان انا تفاجات بالوجود ديالهم، خصوصا الشباب. حاولنا نطرقوا لهذا الموضوع بواحد الطريقه غير مباشره، وبالاخص العواقب ديالو، هذا هو اللي يعني من بعد يعني كيفاش واحد يمكن له يشتت عائله، يمكن له انه يحرم طفل من حضن امه، كيفاش يمكن له يبيع ويشري في طفل صغير اللي يلاه تزاد، كيفاش يحرموا ام من الرضيع ديالها. هادو ناس اللي مجرمين كبار واللي خصهم يتعاقبوا، وحاولنا نركزوا على هذه العقوبه هذه، لكن باش نوضعوها في واحد الطابع اللي ما يكونش فيه، يعني في البدايه كتكون واحد التراجيديا وواحد اسمها، لان الاسباب اللي كتخلي واللي كتفتح لهاد الناس باش يتاجروا في البشر هو انهم كيستغلوا ظروف بعض الناس اللي تيكونوا ضعاف، سورتو بعض الامهات العازبات او بعض الامهات اللي تيكونوا ميت لهم الراجل او مساكن اليتامى، فكيستغلهم بعض الناس اخرين ويتكرفسوا عليهم وتيحاولوا ياخذوا لهم وليداتهم ويبيعوهم ويتاجروا فيهم. لكن من بعد يعني كتولي المساله عندها علاقه مع المجتمع بصفه عامه، يعني يقدروا يخلقوا من ذوك الشباب او من ذوك الوليدات واخا ينجحوا في حياتهم، كتبقى واحد العقده، واحد النهار كيعرفوا كتولي مشكله كبيره واشكاليه بالنسبه لهم، لان من كيولي يعرف بان هذيك ماشي مو هذاك ماشي با وانه مشري بحال شي سلعه، فكتاثر له على الحياه ديالو على الجانب النفسي ديالو. حموده هو هذا اللي غادي يتباع، لانه هما جوج ديال الخوت وبجوج هما سميتهم حموده، ولقاو روسهم انهم ما كيعرفوش بعضياتهم، وحتى الام ديالو ما كتعرفش بان راه عندها واحد الولد اخر اللي تباع، واللي الوقت اللي هي ولداته ما كانتش عارفه بان عندها التوام، خصوصا في ذاك الوقت ما كانش بحال هكا ليكوغرافي وكانوا تعرفوا واش عندك جوج الاولاد ولا عندك اسميتو، فكانوا ناس عاديين يعني وموت يسر الله. فاحنا استغلينا هذه الفرصه باش نقولوا انه في واحد الوقت، ولكن من بعد يعني تيتلاقاو مع بعضياتهم، ودرنا السبب يعني واحد رجوعا الى التاريخ، خصوصا الى بعض الخاصيات التاريخ الامازيغي، حاولنا نبينوا ان فاس كانوا فيها امازيغ، وان لانهم كانوا في المغرب كله، ورجعنا للعهد ديال ديهيا اللي كانت هي الكاهنه اللي كانت في عهد كسيله، وكانت غيغيغ يعني كانت تحارب وحاربت، واللي كانت تكلم عليها ابن خلدون الكتاب ديالو، فدرنا واحد الروايه اللي غادا معاها، وان واحد المدجه هي مدجة سرية وفيها واحد السر، ومن جات من القبر ديالها واللي بقات تتنقل من عائلة لعائلة. فأولا تكلمنا على الأصل ديالنا كأمازيغ، وفي نفس الوقت تكلمنا على أن يعني باش نعطيو واحد اللمحة على هاد الشخصية التاريخية اللي هي دي هي واللي كانت تحكم المغرب العربي، يعني قبل يعني من جاو المسلمين وحاربت عقبة بن نافع آنذاك، وكانت تحارب المسلمين لأنهم كانوا هما اللي شادين المغرب، فيعني واحد التفاته للتاريخ الامازيغي وتاريخ المغرب. لون ميتراج ديال سعيد النصيري كيتكلم على واحد جوج توام كيتفارقوا ملي كيكونوا صغار، واحد كيتخطف، وهنا كنتكلموا على التجاره في الاطفال، الناس اللي كيقوموا بالبيع ديال الاطفال وداك الشيء، كنعالجوا من خلاله العديد من القضايا. ومن بعد كيتلاقاو ديك الدراري ولكن حتى كيكبروا، دونك ما بين انهم تفارقوا وتلاقاو كاين بزاف ديال الاحداث مشوقه، واحداث فيها الضحك فيها الدراما فيها كل شيء، فيها مزيج من 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 كل شيء. لو رول ديالي انا هو حليمه مرات الاستاذ سعيد نصري اللي هو البيرسوناج ديال حموده، وهي كتكون زعما عاوناته وعطاته ان كو دو مام دفعاته باش يزيد القدام، وافكتيفمون باسكو هو كيكون مع عائله فقيره، هو كيكون راسو براسو راجل عصامي، وان شاء الله يا ربي ينال الاعجاب ديالكم. اول تجربه ليا في السينما وفرحانه بها بزاف، لان القصه انا اقتنعت بها، السيناريو عجبني بزاف بزاف بزاف، والقصه انا عجبتني بزاف، وكان
ومتاكده انها غادي تعجب الجمهور، وان شاء الله بلا ما متشوقه انها تخرج في القاعه السينمائيه والناس تعطينا الراي ديالها فيها ان شاء الله. ما كايناش عوده مع سعيد النصير، سعيد النصير هي بدايه من 2004 ولا زالت مستمره الحمد لله بمجموعه الاعمال التلفزيونيه. هذه المره انا ربما اعتبرها تجربه فريده لان اول تجربه سينمائيه مع سعيد النصير. قصه جميله راه كنحكي لكم سعيد النصير عليها. انا بالنسبه لي الاهم هو ان الافلام الكوميديا الاجتماعيه ما احوج للجمهور المغربي انه يحج للسينمات ويكتشف العالم ديال الشاشه الكبرى. مش غير سعيد الناصري، افلام كثيره كاينه الحمد لله، وبغينا نشجعوا السينما المغربيه. انا الجمهور المغربي ديالنا ذواق، كيف كيشوف التلفزيون كيف كيرحل وتيمشي يشوف قنوات اخرى، فهذه دعوه يشوف الافلام الكوميديه، لان هذا الفيلم هذا من الطينه ديال الافلام الكوميديه اللي ربما سعيد الناصري غادي يكون متفرد في هذه التجربه. هذه قصه جميله، قصه هي اش غنقول لك، واخا غنعاودك على القصه وغادي نحرق لك الاحداث ديالها، ولكن المجمل هي الاتجار في البشر، وفيها مجموعه ديال الرسائل كتمرر بطرق كوميديه، لان سعيد الناصري لعب جوج ديال الادوار، فهاد الدورين هادو خالقين اشكاليه حتى في التصوير ماشي الا في الفيلم. اذا سعيد بهذه المشاركه ديالي في الفيلم الجديد ديال الاستاذ سعيد الناصري، كنشكر على الدعوه، لان اول مره كنشارك بفيلم كوميدي درامي، وانا كنجي الصديق ديالو في دور حميد. هو فيلم فيه مجموعه من المقاليب الكوميديه ومجموعه من الشباب ديال فاس اللي شاركوا به، وانا جد سعيد، لان اولا هو تشجيع وتشريف لمدينه فاس وتشريف ليا انا كنت باش نتواجد مع ولاد مدينتي، وكنشكركم بزاف وكنتمنى كل التشجيعات ديالكم انها ونحن نكونوا عند الحسن الظن ديالكم. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.